واقفين، لأنه إذا ما وقفنا بيكون ما فينا ضمير. احنا المظاهرة كل يوم نعملها بسويد، نطلع عشان أهلنا بفلسطين. الله ينصرهم، والله العين تدمع والقلب يدمع، وشي ما بينوصف يعني. خليها لله، اللي عم بيصير مش طبيعي، ما طبيعي أبدا. خاصة قصف المشفى مات فيها 1000 شهيد، فإحنا بنقف هون مع أهلنا نفرج الإعلام السويدي اللي بيميل للصهاينة والأوروبيين، إحنا معكم. والله للأسف ما في أي موقف بيخزي جدا جدا جدا، وهذا اللي كنا إحنا متوقعينه، لأنه تتكالب عليكم الأمم. هنن بيعرفوا، بس بيحاولوا قد ما فيهن بيعملوا بروباغندا على الإعلام يغطوا على هذا الشيء، إنه هنن على أساس ما عم بيقصفوا البيوت، بس لا، عم نشوفه يعني واقعيا عم بيقصفوا لكل بيهدموا كل بيت ورا بيت. يوقف وقفتنا، يحكي مع بالتواصل الاجتماعي، يكتب، يعمل أي شيء، ما يضل قاعد وما عاد يحكي فيه، لأنه هذا واجب عليه. أقل شيء إنه وين في مظاهرات، وين في يعني مكان إنه يقدر يعبر عن اللي بقلبه. هاي إن شاء الله إنه كل شيء صاهين كمشين الإعلام بالأوروبي، هن اللي عم بيديروا كل شيء، فإحنا هون وجهنا رسالة نعرف السويديين الحق، الفلسطينيين اللي عم بيموتوا عنا بغزة.